حلو كلك شو لا 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 خيرنا اليوم باش نبداو الحملة الانتخابية نتاعنا من الأحياء الشعبية العريقة من العاصمة، من القصبة، من باب الواد، من واد قريش، من زغارة، من بولوغين، من باب الجديد، مساحة الشهداء. وعلاش؟ لأنه عندها رمزية كبيرة بالنسبة لنا اليوم، عندها رمزية بالنسبة للترشح نتاعنا، عندها رمزية بالنسبة للالتزامات والبرنامج نتاعنا اللي اسمه رؤية. لازم نشوفوا للأمام واش يستنى فينا. رسالة بأننا ملتزمين باش نكونوا سند قوي للطبقات الشعبية برؤيتنا، ببرنامجنا اللي نرفعوه في إطار هذه الحملة الانتخابية. نحن نأمل بأن نكون سندا كبيرا للطبقات الشعبية ولتحسين القدرة الشرائية للمواطن. نحن نعد الشعب الجزائري إن أعطانا الثقة بأن نكون معه إلى جانبه باش نحسنوا من ظروف معيشته ومن حسنه من ظروفه الاجتماعية. برنامجنا رؤية يحمل الكثير من الاقتراحات الحقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني وأيضا لبناء دولة قوية. اليوم نشكر كل بنات وأبناء باب الواد وكل بنات وأبناء هذه الأحياء الشعبية العريقة في الجزائر العاصمة اللي فتحوا لنا أذرعهم، ونعدهم أننا سوف نكون إلى جانبهم إن أعطوا لنا ثقتهم في 7 سبتمبر المقبل.